هل الإنسان كائن أخلاقي؟ هل يولد في هذه الدنيا وبداخله نوازع الخير؟ أم إنه يكتسب ذلك من تأثره بالبيئة المحيطة به؟ يقول ويل جورانت في كتابه قصة الحضارة أن الأخلاقيات هي المهد الذي نشأت عليه كل الحضارات الإنسانية. بتعمل ايه؟ انا كنت بقول ايه؟ بص الواوا اتفضل اطلع بره بره بس كنت عايز بره جرام